الكثير قال اللي بيقروها أولاد الروضة أو قال أولاد الأساس سنة أولى. قال الواحد بيقرأ له كم وعشرين صورة، قال دحش وساكن، وقال بدلا دار يدخل الموسيقى لابد المنهج يطلع الموسيقى، ودار يدخل زي ما قالوا قال قصايد الثورة قال بدل القرآن. اللي بيعلم الطالب الصغير من صغير يعلمه على الرجالة، ويعلمه على احترام الكبير، ويعلمه على توقير الوالد، ويعلمه على أن ينشأ صالحا في المجتمع، وإنه ما يعتدي على الناس إلى آخر. فالموضوع ده يا أخواننا خطير شديد. فهو جاي وهو إنسان ينتمي إلى الحزب الجمهوري، وبتسمع بعض الكلمات بيثني فوق على شيخه محمود محمد طه الهالك الكافر، ويقول كما قال الأستاذ محمود محمد طه. والموضوع ده يا أخواننا ما موضوع حزب أو جماعات أو سياسة، ولا موضوع جبهجية، لأنه الجبهجية ما هم نزلوا القرآن، قل هو الله واحد نزلها الكيزان، ها الإخلاص صورة الإخلاص نزلها الكيزان، هل أي حاجة عملها الكيزان نحن ما نعملها؟ الكيزان لو صلى نحن نخلي الصلاة؟ فده يا أخواننا ده كلام باطل، الكيزان على باطل وانت ذاتك على باطل أكثر منهم. فالنازل يا أخواننا قصدهم الدين، وديل ناس ملاحدة، زول يقوم يقسم لك القرآن ويقول لك نص من القرآن شيله ونص من القرآن ما تشيله، ويتهم لك الرسول عليه الصلاة والسلام. والكلام ده قاله شيخه برضو، أسي بعد شوية حتعرف شيء من الفكر الجمهوري، والكلام ده اشتريناه في المعرض بتاع الخرطوم الدولي اللي كان قبل شهر، مما هو بقى مدير مناهج طوالي مشان نشر الكتب حقته دي. بعد شوية أولادنا حيجي يقروها في المدارس، حيجيك ولدك في البيت يقول لك يا أبوي ما تشيل مننا الكتاب ده، ممكن يشيل القرآن يدعو ذاته، يقول لك أنت أبوي ذاته من زمان بتقرأ قرآن على شنو؟ ده ما ياها نهايتها، بدايتها كده ونهايتها هناك. طيب ده كلامه موجود بالصورة والصوت، ندوة كاملة، وده جزء صغير شديد من الندوة بتاعته، هو بيتكلم فيها من الدقيقة 4 تقريبا وانت ماشي لي قدام. بدأ يطعن، قال بنتكلم قال عن فروع القرآن، قال الفروع القرآن، بدأ قال الوصايا الدينية، وحيجي يوريك الكلام بتاعه زي الجهاد. سمعته؟ قال إنه المرأة أقل من الرجل، والرجل قيم على المرأة، قال ده من فروع القرآن، وقال دي حاجات مفروضة إحنا نشيلها برا. أنت براك حتتحير لسه، وأي زول داري يسمعها ثاني وثالث نديك تسمعها عشان تعرف إنه الموضوع ده وصل لوين. طيب وده كله بيشتركوا فوق، وكلهم ناس قحط، وكل الأحزاب اللي في السودان كلها. طيب سمعتوا الكلام ده؟ قال العمل اللي بتعمل فوقه داعش، قال ده كل الناس مارسوا ده، قال كله موجود في القرآن لكن القرآن المدني، وده قال الناس مارسوه في دولة المدينة. شوف الطعن ده كيف، أنا ما أعرف الزول ده بعد ده تاني عمل شنو. طيب Thank you.
قال بيتكلم عن الدولة الدينية وإنه المنهج قال اللي بيحكم الدولة الدينية قال منهج سلفي قال بيطعن يعني قاصد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هسي حيجي يطعن في الأنبياء قال الأنبياء بيتكلم عن الأنبياء وطلعوا مقلدة ساي إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون قال ده قالوا الأنبياء أسمع براك قال شنو؟ قال الرسل ذاتهم لما جو كانوا بيقولوا للناس إنا وجدنا أبانا على أمة ده غير إنه الكلام ده أخواننا كفر غير إنه الكلام ده كفر ده طعن في منه؟ في الأنبياء صح ولا ما صح؟ وده برضو يدل على إنه زول جاهل بالقرآن هل الآيات اللي ربنا ذكر فوق إنا وجدنا أبانا على أمة دي كان كلام الرسل ولا أعداء الرسل؟ الزول ده ما فتح القرآن أنا مدكت والله ما يكون في قرآن في حلة ذاته وأنا خايف خليك من بيته طيب نمسك كلامه اللي قاله ده سريعا كده أنا كتبت فرغت كلامه ويعني نذكر فيه نقاط سريعة المقطع ده براه فيه قريبا 11 أو 10 نقاط قال فروع القرآن زي ما قال الأستاذ محمود محمد طه أو زي ما بيسميها قال حنجي نعرف ذاته محمود محمد طه هذا شنو قال زي الجهاد إخوانا الجهاد من فروع القرآن والفروع دي شنو منو القسم ذاته الدين لأصول وفروع القسم منو الفرع ده إخوانا ده الشيء ما مهم وهل الجهاد ما مهم نبي عليه الصلاة والسلام قال وذروة سنامه شنو الجهاد في سبيل الله وقال إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدو ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ونحن يا أخواننا لما نتكلم عن الجهاد ما بنتكلم عن الهوس بتاع ناس داعش ديل ده ما جهاد ده إفساد والدليل على كده إنه ناس داعش ديل ما قاعدين في دول الكفر قاعدين في دول الكفر العراق دولة كفر سوريا دولة كفر قاعدين النازل في دول الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم واسمهم الحقيقي الخواري قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وقال الخوارج كلاب أهل النار قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ونحن أسي لو لقيناهم ونحن حكام بنقتلهم بأنه نحن حكام لكن أنا الليلة ما حاكم ما بقتل عشان ما أبقى أنا ذاتي زي داعش الخاري وربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وربنا عز وجل قال لا يعني الآيات دي نسوي لها شنو ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا عشان كده والله نحن نبشر المسلمين ونبشره بما يسوء والله القرآن لا أنت لا غيرك ما بتقدروا عليه لأنه ربنا قال كده ربنا عز وجل قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي مخزي في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون والآيات في الجهاد وفضل الجهاد كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري فده جهاد والصحابة جاهدوا وربنا قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وآيات كثيرة جدا فده الآيات دي كلها قال لك أنا ما مؤمن بها ده واحد نمرة اثنين قال وما ملكت أيمانكم ما مؤمن بها عشان يرضي
الكفار. طيب نحن بنسألك، انت مش عاجبينك الامريكان والجماعة ديل اللي بيكتلوا في المسلمين ديل؟ منو الكفار اللي عاجبينك ديل؟ شغلهم ده رايك فوق شنو؟ ترمي ليك قنبلة؟ خليك من الهس في المسلمين. زمان 1945 كتلوا يابانيين بكم 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 من الاعداد؟ كويس، هل ده هم اللي عاجبينك؟ عرفتها؟ فده يا اخواننا كلام عجيب جدا. طيب قال وقتل الانسان لانه لا متفق معاك على دينك. الزول ما متفق معاك على دينك على اربع احوال، لكن القراي جاهل، انا ما اعرفه داري قري شنو ذاته، جاهل. الزول ما متفق معاك على دينك يا اخواننا اربعه، وفي احوال بتتعامل بها مع النازل. الاول انه يكون كافر كفر اصلي، لكن ما محارب، يعني ما شايل سيفه بيكتل في المسلمين، ده ما بتقتله. النوع الثاني يكون مستأمن، واحد من المسلمين قال لي واحد من الكفار خش بلدنا دي او تعال لي، يمكن يكون ابوه امه يكون كافر، فده ما بجوز قتله. ممكن يكون معاهد، خش الدولة بجواز، دي ما معاهدة، ده برضو ما بجوز قتله، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف الدين بتاعنا كيف، ده المدني الما عاجبه، المدني الما عاجبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة، قال وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ حديث عبد الله بن عمرو في البخاري من مسيرة 40 عاما. ريحة الجنة انت بتشمها من ريحة من بعد 40 سنة. الزول اللي بيمشي يقتل له كافر معاهد أو ذمي، عرفته؟ ده طوالي يخش في الحديث ده وما والجنة عليه حرام، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الدين كيف، لكن ده ما قرى دين، جاهل، وداري حارب الدين بالجهل، والله تفرتق راسك، تفرتق وبراك، عرفته؟ قال ده نمرة واحد. المسألة الثانية أخواننا، حتى لو الكفار حاربونا، الكفار زي أمريكا دي حاربتك، أنت ما بتكاتل ساكت زي شغل داعش، أي ثلاثة أنفار يتلموا من غير يكون عندهم أمير معتبر من المسلمين كلهم، يقوموا يمرقوا يقول الله يا أخواننا رحكاكم نجاهد من غير راية، ولو يتلموا 700 نفر وعملوا راية براهم، دي ما يهر راية العناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، عشان كده الصحابة ما كان بيقتلوا براهم ولا بيمشوا يغزوا براهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام يرسلهم، عرفتها؟ ولا بتمشي تقتل أي كافر. طيب بعد ذاك الزول ما متفق معانا في الدين زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في عهد قوة المسلمين، لما يكونوا المسلمين أقوياء بنمشي ندعو الكافر ده إما يسلم وإما يدفع الجزية إن كان ممن تؤخذ منه الجزية أو أن يقاتل، ده بيتين، ده لما يكونوا المسلمين أقوياء. قام هو استنكر إنه كيف زول عشان هو ما متفق معاك، بس هو ما متفق معاك في الدين كيف تقاتله؟ لأنه الإسلام الدين الحق، الإسلام الدين الحق، وربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهو داري يوصلك لمسألة حرية العقيدة، تعبد الله اعبد الله، بتعبد عيسى اعبد عيسى، بتعبد الشجر اعبد الشجر، بتعبد القبة اعبد القبة، بتعبد الحجر اعبد الحجر، بتعبد بوزة اعبد بوزة، ما بتعبد الله ما تعبد الله، داري يوصلك للحتة دي. وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت ما حر، ما حر، أنت مخلوق لله. لما تجي تقول أنا خلقني محمود محمد طه بعد ذاك موضوع ثاني، لكن ما دام خلقك الله ربنا يأمرك وينهاك. طيب قال الوصاية وإنه الناس كلهم يحكمهم خليفة واحد، طيب ده ما كلام كويس؟ شوف الزول ده قال دي وصايا، بريطانيا اللي عليهم شنو؟ نظامهم شنو؟
نظام ملوك صح؟ حكمة ومرة كمان مرة واحدة. الجراي ده ما شق حنكو ما شق حنكو، قال للبريطانيين انتوا ليه يكون عندكم وصايا؟ ما شق حنكو اتكلم مع الامريكان، قال ليه انتوا يحكمكم مدير واحد للاداره بتاعتكم؟ ما شق حنكو لايرلندا لروسيا لدول الكفر، ما تكلم معاهم، بس غايزاه ان المسلمين اللي اجتمعوا. ها رايكم شنو يا ناس؟ انت لو اصلا زول عندك مبدا كان تقول يا اخواننا الوصايا دي كلها في العالم ما دايرينها، وتتكلم في بريطانيا وتتكلم في المملكه المتحده والمملكه شنو والمملكه شنو، تتكلم فيهم. لكن يا اخواننا ده زول داير الفوضى في بلاد المسلمين ويربيهم على غير شيء. ونحن المسلمين، ودي يا اخواننا التربيه اللي بتفرق، مش انت بتتكلم عن التفرقه، ده زول اللي بيأصل للتفرق. بعد شويه نحن نبقى امه مفرقه وتعبانه ومسكينه والامم تلعب بينا زي ما دايرين، وده حيخط لنا في المناهج كلام ده لسه. قال إنه المرأة أقل من الرجل. الرجل أول حاجة يا أخواننا، ربنا عز وجل من قال وليس الذكر كالأنثى، ربنا فضل جنس الرجال على جنس النساء. لكن ما أي راجل أحسن من أي شنو، من أي امرأة. الليلة ما ممكن نساوي بني آدم عايش الآن بالسيدة فاطمة رضي الله عنها، ولا بساوية السيدة خديجة رضي الله عنها، بسبب شنو؟ التقوى. الميزان بتاعنا شنو؟ التقوى. عرفتها؟ زي ما قال الشاعر ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فربنا عز وجل أما جنس الرجال على النساء، ده القرآن قال كده، ربنا قال وليس الذكر كالأنثى، وربنا قال عن مريم عليه السلام إني سميتها مريم وإني قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فجنس الرجال مفضل على جنس النساء، عرفتها؟ فده يا أخواننا كلام عجيب. وربنا عز وجل قال يعني دايرنا نتخاذل لك، يعني نقول لك لا ما صح. ربنا عز وجل قال الرجال، ودي الأنكرة، قال من المفاهيم المغلوطة إنه الراجل قيم على المرأة. والله إحنا نفتخر يا أخ، نفتخر، ودي ذاتها مركبة في أي راجل ومركبة في أي مرأة، إنه بتشوف شنو الراجل بفوق لها. الكفار عارفين كده إنه المرأة ما ممكن تبقى فوق الراجل، ما ممكن تبقى، لأنه لو جيت قلت لي مساواة في أي حاجة ما بتقدر. الليلة أمشي أشوف السدود البنوها دي، بنوها صينيين، ما بتلقى مرة صينية واحدة بنت معاهم، ما دارين مساواة، تجيبوا نسوان وتجيبوا رجال، مش قلتوا مساواة؟ الاثنين يشتغلوا، ليه الراجل يشد الكارو مش يشتغل موية عشان يأكل أولاده، المرة برضو تشد الكارو عشان تجي واقعة من فوق، ما ده الفهم بتاعهم. يا أخي ربنا خلق المرأة وخلق الراجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم ما يصلح المرأة وما يصلح الرجل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما شنو أنفقوا من أموالهم. ربنا خلق المرأة لطبيعة معينة وخلق الراجل لطبيعة معينة. الأصل في الراجل إنه للكد وللتعب وللشقاء، وأن يقاسي المرائر والشدائد، وأن يصبر وأن يصبر المرأة. والمرأة جعل السكن وحنان للرجل وللأولاد، والولد الصغير يلقى فوق الحنية، الشافع بيكون مربوط بأمه، ده الدين، ربنا خلقهم كده. دار تجي تساوي بيناتهم، فالرجال قوامون على النساء ولو الكرة الأرضية كلها معاك، عرفتها؟ فده بعد شوية حيجي يجيب لنا الكلام ده جوا المناهي. والأولاد بعد ذاك بيقوموا خيابة، والله جد ده مش عملها في المناهي. الشافع تخيل قوموه كده، قوموه أنت وأختك واحد، لو جاء حرامي ولادك في البيت يقول لها قومي قومي، نحن كلنا واحد، قرونا في المدرسة مساواة، قرانا لا القراي، قرانا يا القراي، أنا وإنتي واحد، أمشي أطرد الحرامي.
يربي أولادنا على الخيابة. رجالة ساي ما في، رجالة سودانيين ما في، ها؟ فكلام عجيب يا أخواننا والله. طيب بعد ذلك قال، ودي من أخطر النقاط، قال إنه العمل اللي بتعمل فوق داعش هسع ده كله موجود في القرآن، لكن قال في القرآن المدني والناس مارسوه في الماضي. وأنا القرآن وقت نزل المارس منه مارس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال وأقاموا عليه دولة المدينة. هل دولة المدينة قامت على الظلم؟ هل داعش قامت لها قائمة؟ أبو بكر البغدادي وينه الليلة؟ مات. مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما خرج منهم قرن قطع. الخوارج ما عندهم دولة بالدوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام الحق، رب الصحابة على الحق، الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بالشاكل أو يعني بيختلف ويحتكم مع واحد من رعاياه وما على دينه يهودي، يختلف معاه في درع، امشوا لشرائح القاضي، يقول له يا أمير المؤمنين الدرع دي أثبت إنها حقتك. علي بن أبي طالب ده نزل في قرآن، النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا بنته. هسي لو كان الليلة، لو كان الليلة أنت بتقدر تقول لعلي بن أبي طالب أنت تتخاصم مع الزول ده، تقف معي قدامي في المحكمة، عدالة زي دي لاقتك؟ قال له أقم البينة يا أمير المؤمنين، جيب الدليل إنه الدرع دي حقتك، لابس اليهودي كان سرق لابس هذه قدامه، ما في دليل، ما في دليل، ناخذ بالظاهر ده العدل كده. قال له عندي شهدين، ولدي فلان ومولاي قنبر. قال له شهادة مولاك أجزناه، لكن شهادة ولدك ما بنجيز لك. فعلي بن أبي طالب وكت لقى الحكم بتاع شريح القاضي، ما قام قال لا شريح اصبر، عشان يبدي قرار بشوتوك برا، ما قال له كده كويس. قال لي ولا قال لليهودي والله اللي لا اطردك من دي ما بلد وحاكمه، قال له والله اطردك، كان يقول له كده. قال له يا اخي، قال له خذ الدرع شيله بعده. اليهودي تحير في محله، قال امير المؤمنين، والقصه دي بالمناسبه قاعده في المنهج، قاعده. قال امير المؤمنين يقاضيني امام قاضيه وقاضيه يقضي لي عليه، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، في محله يسلم، تعامل بتاع اسلام. يا اخي واحد من العلماء، الناس الشاكلوا هل بيجوز الطريق بتاع الناس ده، بتاع الناس ده انه اخذ فوقه يعني براميل او حاجه طريق الناس بحيث انه اذيهم، ما حاجه عارضه انه بس يكون قاعد. لما جاء يسألوا العالم، العالم شايل له قربة في راسه، قام خدتها في وركه وبقى يفتي فوقهم، قالوا له يا زول هو انت افتيتنا خلاص امشي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلف بالليل، بالليل يلف يلقى المرأة بأولادها كويس، ويعني يبكوا، يقول لا بيبكوا مالهم؟ تقول له بيبكوا لأنهم جعانين، ويقول لها القدره دي فيها شنو؟ تقول لهم في مويه بسكتهم بها لغايه ما يناموا. شوف الكلام ده كيف. الى الله اشكو عمر، تقول الى الله اشكو عمر رضي الله عنه وارضاه. فيذهب عمر وهو يبكي الى بيت مال المسلمين، قالت لان امير المؤمنين لا يجيز الاجر إلا لمن فطم، يعني لأنه الواحد فطمه حتى بعد ذاك يجري عليه رزق، رزق أنت قايل شنو؟ مرتب، لأي ولد فطمه يجري عليه مرتب. لاقتك دي وين؟ في أمريكا في؟ ها؟ في دول الكفر في؟ يمشي أمير المؤمنين يبكي عمر بن الخطاب رضي الله الذي يفرق منه الشيطان، يمشي يجيب الدقيق يخطه في ظهره، المولى بتاعه يقول له خليني أشيله، يقول له وهل تحمل ذنوب عمر يوم القيامة؟ لغاية ما ينفخ لهم النار ويأكلهم وينوموا، ثم يجري على كل مولود الرزق. تجي تطعن فيها انت يا قراي، مناهجنا وديننا
البن اعتز به يجي يطعن فوقه. كويس. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين ضربوا أروع الأمثلة، يا أخ جهادهم كان رحمة. أبو الدرداء لما انفتحوا حصن من الحصون الناس متكيفين ويشيلوا في الغنائم واو، أبو الدرداء قاعد بعيد يبكي. واحد قال له يا أبو الدرداء تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال والله لا أبكي على ذلك، وإنما أبكي على سعتي على ولا، وإنما أبكي لأن العبادة إذا عصوا الله هانوا عليه. الكفار ديل لما عصوا الله هانوا على الله وربنا سلط عليهم المسلمين. يجيك قراي جمهوري، أريته لو نافع حزب جمهوري دار يجي يطعن لنا ويسمم لنا مناهجنا نحن، وقال السلف ما دايرينه. سلف انت تلقاهم وين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه يقسم الأموال من بيت الصدقة بعد ما خلاص وزع القروش دي كلها على المسلمين، يصلي ركعتين في بيت المال. الحسن البصري قال ما كان يمر يوم في عهد عثمان إلا وينادي المنادي أن هلموا إلى عطياتكم. قال أرزاق دارة وذات بين حسن حتى قام أهل الفتنة إلى عثمان رضي الله عنه. والله نحن أخواننا في زمن عجيب إنه نحن نضطر ندافع، نحن ما عندنا غيمة ندافع عن الصحابة رضي الله عنه. جرأة عجيبة يا آخر الزمن، بني آدم ما عنده قيمة يطعن في الصحابة يطعن في الدين. عدالة لو مشينا نتكلم عنها موجودة كويس، والسبب أسلط ربنا علينا الباطل والفساد والمشاكل دي بأنه نحن بعيدين من الدين. إذا كان أنت عقيدتك يا القراي إنه كل ما في الكون هو الله، ما دي عقيدة شيخه هذا ليه؟ قال فالإنسان قال يعبد الله سبحانه وتعالى لغاية ما يصير هو الله، هذا ليه؟ ربنا قال ظهر الفساد قال العلماء وهو غلاء الأسعار وشدة المؤونة وجور السلطان، قال بما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. شوف الكلام ده هنا، شيخ مشرك مجرم بيقول شنو ده؟ شيخ ذاته شيخ القراي ده في الغلاف كتاب اسمه الإسلام وإنسانية القرن العشرين محمود محمد طه، قال شنو ده غلاف الكتاب بس خليك من الجوة. قال هذا الكتاب اسمه الإسلام وإنسانية القرن العشرين، قال وهو صوت من أصوات الدعوة الإسلامية الجديدة التي تبشر بالرسالة الثانية من الإسلام، وعنده كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام. قال إنه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم دي كان الأولى وأنا حقتي دي الثانية. محمود محمد طه ده منهجه. الليلة يجوك السياسيين ناس حرية وتغيير وغيرهم بيقول لك نحن والله بس قصدنا الجبهجية والمجرمين، وما عندنا علاقة بأديان الناس، وما في زول بيطعن في دين الناس. طيب ده شنو كلام الزول ده؟ شنو تجيبه مسؤول في المناهج عشان يغير المناهج بتاعت المسلمين ويطعن في القرآن؟ طيب قال القول بالرسالة الثانية من الإسلام لا يعني أن في الأمر وحيا ولا نبوة. طيب في شنو يعني؟ قال النبوة ختمت، الحكمة في ختم النبوة خير أريد بمن في الأرض لا شر، فإنما ختمت النبوة لأن البشرية قد تهيأت للأخذ من الله بلا واسطة. شوف دار يقول لك إنه دار يبرر نفسه، زي ما بيقول المثل السوداني داري كحلة عماها صح، داري يقول لك لا احنا ما قاصدين انه في نبي تاني وفي وحي تاني، قاصدين انه ذاته لا في نبي ولا في رسول ولا في واسطة ذاته انت بتاخذ من الله طوالي ولا في جبريل عليه السلام. ده العنوان بتاع الكتاب. جوا انا اشوف قاشنه بس موضع واحد بس في الصفحة 24 من كتاب الاسلام وانسانية القرن العشرين، قاشنه قال الدعوة الاسلامية الجديدة، جابوا محاضرة أظنها في جامعة
من الجامعات كانت محاضرة أظنها في جامعة الأحفاد ولا وين؟ كويس؟ عرفتها؟ قال أيوه بمدرسة على طلبة مدرسة الأحفاد الثانوية العليا للبنين بمدينة أم درمان. الكلام ده تقريبا المحاضرة كانت 21 شهر 2 1973 73 وقال ان احنا ما دايرين سلف. طيب محمود محمد طه هذا سلف ولا قاعد معانا هسي؟ ولا انت مؤمن انه ما مات؟ ما سلف لكن بئس السلف. قال نحن الان قد قدم ابننا المبارك المحاضرة باسم الدعوة الإسلامية الجديدة. المعنى ده نحن بننطلق منه لتبيين الجدة في الدعوة، يعني معنى شنو إنه دعوة جديدة. قال هي الانتقال من آيات الفروع نفس كلام القراي. هذا الكلام شاله من شيخه وجاب له كلام طويل من شيخه لغاية ما الجماعة الحضور صفقوا له. قال الآيات اللي كانت بتناسب القرن السابع. القرن السابع ده قرن منه يا أخوانا؟ ده قرن منه؟ ده قرن النبي عليه الصلاة والسلام وقرن الصحابة. قال الآيات اللي كانت بتناسب القرن السابع عهد الوصايا عهد القصور. عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ده كان عهد القصور. ده شيخه ده المنهج الداري يبثه لنا. قال إلى آيات الأصول التي كانت أكبر من مجتمع القرن السابع. قال الآيات تحت الليلة أكبر من القرن ذاك لأن اليوم البشرية تتوق بشرية القرن العشرين. قال نحن دارين بشرية القرن العشرين. والله بشرية ما فيها دين لو بقت القرن السبعمية. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يخزيها وربنا ما يحضرنا لها. يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فده يا أخواننا ده زول المسك المناهج الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يكفينا شره، ونسأل الله سبحانه وتعالى يقطع دابره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرور هؤلاء الناس. والزول يا أخواننا ما يغشوا بشبهة إنه يقولوا له الكيزان شوهوا الدين. وأصلا الكيزان ما جوا بدين. الكيزان أصلا ما جوا بدين صحيح. الناس دي جوا بأصول حسن البنا، دين مبني على القبور، عبادة القبور، وهم ذاتهم عندهم رأي في 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 أمور في القرآن عندهم فيها رأي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيها رأي، السنة كلها، وعندهم رأي في صفات الله سبحانه وتعالى، ومنهم مرق التكفير من كتب سيد قطب، عرفتها؟ وضلالات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده عشان انت راسك ما يضرب قال لك وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مش في اختلاف كثير؟ زول يقول لك اتحيرنا نعمل شنو؟ ما تتحير. قال فعليكم بسنتي أمسك وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. امسكوها تمام. وإياكم ومحدثات الأمور. وتسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه ما يقلب دينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تبادر وتسأل ربنا إنه يحفظك على الدين والإسلام. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. داري خلينا بدل يكون قدوتنا الرسول عليه الصلاة والسلام يكون قدوتنا محمود محمد طه. شوف اللعب. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. قدر ما يجيبوا لك الشبهات. هل يقول ثابت يا أخي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام
وبعض المسلمين اتفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دفن. ربنا عز وجل نزل آيات قراها أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله. والله نحن كلنا سودانيين دين، إن خلينا الإسلام والدين ما بنضر ربنا حاجة، ما بنضر ربنا حاجة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ربنا قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعد ذاك ربنا عز المؤمنين إنه الطريق ده أنتم ما براكوا فيه. وكأي كثير يعني من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، تمسك في الدين الدنيا ذات ربنا بيصلح عليك، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين مش المحسنين. فما ترجع لي وراء. ها يا أخي أنس بن النضر في غزوة أحد لما قتل مصعب بن عمير وكان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من الكفار عبد الله بن قمئة قال: قتل محمد. في ناس من المسلمين قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم مات، نحن بنكاتل على جنوب. رجعوا، ربنا نزل الآيات دي. أنس بن النضر قال، أنس بن مالك قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الراجعين مالهم قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم مات. فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، الناس اللي في البداية هموا إنه يرجعوا. قال: ثم قاتل حتى قتل. قال لهم: قتل رسول الله فقوموا فموتوا على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عايش لا شنو تاني؟ والله نحن ديننا ده أبشرك نحن ما لقيناه في المناهج. نحن صح يسوءنا نوعيتك دي تمسك المناهج، لكن التوحيد والعقيدة والدين ما لقيناه في المناهج. والله النصيحة ما لقيناه في المناهج. لو سممتها دي ربنا ده سبحانه وتعالى ربنا بيمرقه، ربنا بيمرقه. وده يا أخواننا دي رسالة لأي أبو وأي ولي أمر وأي أم وأي أخو وأي مسؤول من أسرة وبيت. أي منهج تفلتروا، شوف بيقروم شنو، تفتح إضنينك وتفتح راسك وتفتح عيونك. ما تخلي ولدك عبارة عن معلف تأكله بس، تشوفه قاعد يقرأ شنو. كويس إنه ذاته دي الحادثة دي تخلي الآباء إنه يفتحوا عيونهم، شوفوا أولادهم ديل بيقروا في شنو ولا قدام. وطبعا يا أخواننا الباب الزول يقوم يضرب لك القرآن لأنه القرآن بيحرم عليك الفواحش، بعد شوية بيفتح لك الباب بتاع إنه نقرأ الكلام بتاع الكفار ومناهجهم من باب السغافة، وعشان يقروا لك اتفاقية استيداو. راجل يعرس راجل ومرة تعرس مرة ويقروها لأولادنا بعدين، ويقروك حاجة اسمها السغافة الجنسية. بالمناسبة جزء من الكلام ده بيقروه في بعض المدارس، لكن تحت تحت ده بعد شوية حيجي يجيب لك عديل انه يقروهم السغافة الجنسية. ها وانه عشان ما يصيبك الايدز ممكن تزني لكن يستخدم حاجات معينة كويس، والبيت من صغيرة يقروها يصيروا فيها الشهوات. وبعد شوية يجيبوا لك الصور باسم التعليم، وانت لو ما امتحنت في المنهج ده ما بتمشي ليه قدام. ولو مشيت اتكلمت في منهجهم الباطل ده يسموك انت انسان متشدد ومتزمت وتكفيري الى اخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة وان يقينا شر هؤلاء.
إنه لذلك القادر عليه، جزاكم الله خير.